ألهمنا رشدنا، حوار نهى وطراد مع الأستاذة اعتدال إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج ألهمنا رشدنا اللي بيجيكم يوميا خلال الشهر الكريم. معايا أنا نهى سعدي وزميلي طراد سندي، ضيفتنا كل يوم أستاذ اعتدال إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب فيك أستاذ اعتدال في حلقة جديدة أكيد، ونكمل مواضيعنا عن المسيح الدجال. أهلا وسهلا فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أني أكون معاكم يوميا. نكمل حديثنا عن ما تحدثناه بالأمس اللي هو عن المسيح الدجال وشكله وصفته وقول تميم الداري الحديث اللي قال لنا عليه هو، ولما نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم نتيجة إنه هو سمع هذه الأحاديث وسمع هذا الكلام وهذا الوصف من الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه أمامه. طبعا الآن نبغى نشوف إيش القدرات اللي مع الدجال. قلنا أمس أتباعه اليهود والنساء، وقلنا إنه الأرض حتتعرض لجدب وقحط وجوع شديد نتيجة للحروب ونتيجة للأشياء اللي حدثت في الأرض والتلوثات، بتخلي الأرض يعني تغير حالها كله تماما. صحيح. القدرات حقته إيش؟ أول شيء إنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج نباتها فتخرج نباتها. معه جنة ومعه نار. إيش يعني هذا الكلام؟ إيش يعني جنة ونار؟ جنة ونار معناته إنه معاه موية باردة تمشي ومعاه نار تتأجج. طيب إيش الواحد بالعقل يقول لك كيف حتمشي معاه؟ إحنا الآن في عصر العلم الحديث وإحنا في هذا، إحنا نقول ما نعرف إيش اللي ممكن يصير. في أمور قد تكون خارجة عن نطاق تفكيرنا وعن نطاق عقلنا وعن نطاق تخيلنا، لكن هي حادثة وحتحدث. يعني مين كان من زمان يتصور مثلا لو جينا شفنا آباءنا وأمهاتنا، هل كانوا يتوقعوا التقنية الحديثة اللي احنا عايشينها الآن دي؟ لا. ما كانوا يتوقعوها. ما يتوقعوا انه بضغطة زر تشوفوا بالسكايب والكمبيوتر الآن لما بيخترعوا الشاشات الشفافة، ما كانوا يتوقعوها. طب احنا ليش ما حنتوقع انه ممكن تحدث كده؟ وربنا قادر انه يحدث اي شيء. اذا اراد الشيء ان يقول له كن فيكون. الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله طب لو إحنا قابلناه وجاء قال لنا تدخل الجنة ولا تدخل النار إيش حنسوي؟ فقال لهم قولوا أتدخل النار. قالوا طب نخاف من النار. فقال لهم غمضوا عينكم وأدخلوها فهي الجنة لكم. يعني قد يموت الإنسان لكن على الأقل يكون دخل إيش الجنة، ما يكون كفر بالله وقال إنه هذا الدجال هو ربه. الدجال معه أنهار ماء تجري وجبال من خبز، لأن الأرض كلها قحط وجدب وجوع، ومعه جنة ومعه نار. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج نباتها فتخرج نباتها. يأمر الأرض أنها تخرج كنوزها فتمشي الكنوز وراء زي النحل. يجي للقرية، يقصد بها قرية أو مدينة، يقول لهم تؤمنوا أن أنا ربكم؟ فيقولون لا احنا ما نؤمن انك انت ربنا. أيوه. يقوم يخلي شوية النباتات اللي باقي عندهم وشوية المواشي كلها تموت. يجي للقرية الثانية يقول لهم تؤمن ان انا ربكم؟ اذا قالوا له ايوه، فيقوم يخلي النبات عندهم كثير والمواشي سمينة، يغريهم نعم بالاشياء. أيوه. بالمادة وبالمال وهذه الاشياء كلها. يأتي للرجل يقول له لو احييت امك وابوك تؤمن ان انا ربك؟ فيقول له نعم. فيأمر شيطانان فيتمثلوا على هيئة أم وأبوه فيقولان له يا بني إنه ربك فاتبعه. كلها أمور دنيوية، يعني الواحد هنا يختبر قوة إيمانه. أيوة. وعقيدته كيف. عشان كده لما إحنا بنقول طعامكم إيه؟ التهليل والتسبيح والتحميد، لأن الإنسان بيكون جيعان. تخيل إنسان جائع جدا ويلاقي قدامه واحد بيقول له تفضل هذا طعام جيك، يقول له انا ربك، يقول له انا موافق، انا انت رب، استغفر الله العظيم والعياذ بالله، بس خليني اكل هذا. عشان كده لما احنا قلنا اكثر اتباع النساء ليه، المراه اساسا ما يهون عليها تشوف اولادها جيعانين يتضوروا جوع امامها، ما يهون عليها تشوف اطفالها واولادها ونفسها جيعانه، فحتكون ايش تضحي بنفسها وتضحي والعياذ بالله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه، حتى ان الرجل لا يعمد إلى أهل بيته فيربطهم عشان لا يروحوا له.
الحسنة الوحيدة الحلوة في الدجال إنه ما يدخل البيوت، الناس هم يروحوا له، لكن في أجوج ومأجوج طبعا دول يهلكوا الأخضر على الإيش؟ على اليابس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني بعد عنه. لا واحد يجي يتفلحن يقول أوه أنا سمعت إنه اللي يشوف الدجال ويقرأ عليه سورة الكهف فواتحها أو خواتمها حيعصم من فتنة الدجال. تعصم إيه؟ أنت ما تعرف نفسك، قد تفتن. إحنا ما نعرف الفتن دي اللي إحنا ممكن نتعرض ليها. فعشان كده ابعد عن الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابعدوا عنها. يخرج الدجال وهو راكب على الجساسة حقته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجساسة اللي هي الدابة اللي قلنا في بداية الحديث، طيب هادي خليه يلف الكرة الأرضية كلها. الرسول يقول كالغيث استدبرته الريح. إيش يعني كالغيث استدبرته الريح؟ يعني تعرف بعض الحال لما تشوفه مطر ويجي هوا قوي كأنه بيدف المطر كله. فهو يمشي في الأرض بدي الطريقة، يمشي للأرض كلها يلف هنا وهنا. هتقول يوصل استراليا، يوصل استراليا وامريكا وكل المناطق يوصل. اتبعوا من اتبعوا ويبتعد عنه من ابتعد عنه. الله احلى من ابتعد عنه. بس انت قوة ايمانك. ياتي الى مكة يريد ان يدخلها، فتاتي الملائكة تضربه بالسيوف، ما يقدر يخش مكة. تعرفوا لما نيجي بعد كده نعدي من الشماسي، وفي بعد كده يقول لك حدود الحرم. وفي كل نواحي مكة يقول حدود الحرم. هنا الملائكة تكون واقفة مبنية. تمنع دخول الدجال إلى مكة. طبعا دحين كلنا حلاقي نفسنا رحنا على مكة وقعدنا فيها. طيب يجي على المدينة ومعاه الناس بتتبعوه، اليهود اللي معاه والنساء اللي معاه والناس اللي بيمشوا واللي بيمشوا يزفوه من القرية دي للقرية دي، ويمشوا أتباعه والعياذ بالله كثير. يوصل عند المدينة المنورة. لما يوصل عند المدينة، المدينة ترجف ثلاث رجفات، يعني يحصل فيها زلزال. فيهرب من المدينة، يخرج منها كل منافق وكاذب. جميل. يخرج من المدينة ويلاقوا الدجال قدامهم يتبعوه. يخرج له أيضا شاب من خيرة أهل الأرض. شاب من أفضل الشباب في الأرض. فيقولون لا، يقول لهم ترى هذا الدجال اللي حذركم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقوم الدجال يقول اللي حولين، يقول لهم أنا لو قتلت هذا الشاب وأحييته مرة تانية توقنوا إني أنا ربكم؟ يقوم يقولوا له نعم. فيؤمر بالشاب يجي ويبدأ يجيبه من شعر ويقصه من راسه لرجله. الشاب ينقص نصين ويمر في وسط الدجال ويقول له قم. يرجع الشاب بقدرة الله وبإذن الله وزيادة في الفتن يصير حي. ويضحك الشاب ويقول لهم الآن أيقنت أنه المسيح الدجال. ترى يا جماعة أنا متأكد الآن أنه هو المسيح الدجال. ترى انتبهوا. ولا حياة لمن تنادي، ما حد يسمعه. طبعا الحديث يقول فيحاول أنه هو يقتل مرة تانية فلا يستطيع أن يخلص إليه. هي عنده مرة واحدة أنه يستطيع العمل. يعني قد أنه يقدر يقتله، قد يسيبه ويمشي. ويمشي الدجال، يمشي يلف الأرض كلها. طب قديش يجلس الدجال في الأرض؟ قديش إيش المدة اللي يجلس فيها؟ الحديث يقول عندنا أنه يجلس 40 يوم. بس إيش؟ يوم كسنة. كسنة يعني تبطئ الأرض من دورانها. يصبح اليوم كأنه سنة. يعني الليل والنهار 6 شهور ليل وستة شهور نهار. فيها تغيرات في دوران الأرض حوالي محورها. فقال الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله طب الصلاة هل تكفي صلاة يوم واحد؟ قال لا، أقدر قدره. يعني شوفوا قديش متأدن الظهر، متأدن العصر، متأدن المغرب والعشاء وصلوه. ويوم كشهر تبدأ الأرض تسرع في دورانها. فبيصير 15 يوم ليل 15 يوم نهار. ويوم كجمعة يعني أسبوع. 3 أيام ونص. إيش اسمه هذا؟ ليل وثلاثة أيام ونص نهار. وبقية أيامه كأيامكم، يعني ترجع تلف الأرض عادي. يعني شوف الأرض تبطئ في دورانها، لاحظ. وبعد كده ترجع تدور عادي. فمعناته مدة إقامته في الأرض سنة وشهر وأسبوع 37 يوم. يلف الأرض فيها كلها إلى أن يصل في الأخير إلى منطقة في الشام هناك، اللي هي هتصير المعركة النهائية معاه بينه وبين جيش
المهدي. فاكرين قبل حلقتين أو قبل كم حلقة لما قلنا جيش المهدي أتركوه هناك وأعمل بوز عليه؟ أي عملنا بوز. أنا أفك البوز لو سمحتوا. طيب فك البوز ووصلوا. أنا أقول لكم ما عندي دليل صحيح على ما أعرفه. أنا إنسانة علمي مهما كان، لا أقول إن أنا عالمة ولا أقول إن أنا أعرف العلم كله، لكن إلى الآن لم أعرف حديث صحيح يقول لي إنه إيش يصير في جيش المسلمين والمهدي في فترة انتقال الدجال في الأرض. أيوه. عشان كده مش حفتي، ما حقدر أتكلم من عندي لأنه ما عندي هذا الشيء. اللي عنده يقول زي الله خير طالما بدينا حديث إيش صحيح. صحيح. اللي أعرفه إنه المهدي مع مجموعة الجيش اللي عنده حيتحركوا من ديك المنطقة اللي هم وصلوا لها آخر منطقة، حيصلوا إلى فين؟ إلى منطقة في دمشق. أيوه. تعرفوا الجامع الأموي اللي في دمشق؟ اللي فيه المنارة البيضاء؟ الجامع الأموي هذا أساساً كيف شكله؟ هو عبارة عن حوش، طيب، في أبواب، وجوة الأبواب في المسجد على الطرف كده يصلوا فيه المصلى، لكنه ساحته كبيرة وأبواب. يجي المهدي مع الجيش اللي معاه، طبعا الجيش ما حيكون كثير، حيكون قليل لأنهم تعرضوا في الملحمة وماتوا، وتعرضوا في الطريق وفي الفتوحات وفي أنا عارف إيه في التلوثات دي، فالجيش قليل ما هو كثير. يجوا ويدخلوا في هذا المكان ويغلقوا الأبواب عليهم. يجي الدجال ومعاه اليهود 70,000 ومعاه الناس اللي حوالينه اللي اتبعوه ويحاصروا المهدي بالمسلمين في هذا المسجد. أيه. طيب لما يحاصروهم يقوم المهدي مع المسلمين اللي معاه يقولوا طب احنا ايش حنسوي، ايش حنعمل؟ فيقوم المهدي يقول لهم خلينا نقوم الليل كله واحنا ندعي ربنا انه ينصرنا على الدجال ده اللي احنا ايش يعني ما احنا عارفين كيف نقاتله، احنا ما احنا مهما كان ايوه عددهم قليل. يقوموا الليل كله وهم يدعوا ويصلوا علشان يدعوا ربنا ينصرهم على الدجال. عند صلاة الفجر والمسلمين بيسووا الصفوف وتبدأ الصلاة تقام قبل ما يعني هو بيقيم الصلاة والمهدي واقف هو بأم المسلمين، فجأة يشوفوا عيسى عليه السلام نازل من السماء على جناحي ملك يتحدر العرق منه كأمثال اللؤلؤ. هم قاعدين فجأة، أنا باكم تتخيلوا المنظر، واقفين على صلاة الفجر وهم واقفين بينتظروا ويشوفوا عيسى عليه السلام نازل من السماء. إحنا دائما نشوف في الأفلام إنه عيسى عليه السلام أبيض وأشقر وعيون زرقاء، ومن عارف الأفلام صاروا لنا هي. لا، هو عيسى عليه السلام ما هو شكله ده الطريقة، هو أسمر يعني لونه قمحي وشكله عادي. حتى الحديث لما بيوصفه بيقول انه شعره مبلل، كانه تعرف احنا لما نقول احد يكون حاطط على شعره جل. طيب فهو عيسى عليه السلام يكون بدي الطريقه. المهدي عارف انه ده عيسى، رطب يعني الشعر، اي شعر رطب، وعنده العرق كده يتصبب منه على ايش كمثال اللؤلؤ. فالمهدي يرى عيسى فيقف كلهم وينظروا للسماء الى ان يصل عيسى عليه السلام ليهم على الارض، يقف على الارض معهم. يقوم المهدي يبعد ويقول له يلا صلي بينا، انت امام، انت نبي الله عيسى. لكن عيسى عليه السلام يقول له لا صلي انت فانها لك اقيمت، ويصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي. يا سبحان الله. طيب بعد ما خلصوا صلاة الفجر، طبعا عدد المسلمين قليل قوتهم قليلة، ربنا سبحانه وتعالى أعطى عيسى عليه السلام قدرة هائلة. نعرف القدرة هذه بس أكيد إيش هي هذه القدرة بعد الفاصل هتعرفوها. نطلع فاصلنا، مستمرين معاكم مستمعينا في برنامجكم ألهمنا رشدنا، خليكم معنا. ألهمنا رشدنا، حوار نهى وطراد مع الأستاذة اعتدال إدريس. رجع لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم في برنامجكم اليومي برنامج ألهمنا رشدنا مع الأستاذة اعتدال إدريس، معي نطرات سندي وزميلتي نهى سعدي. نرحب فيك أستاذة اعتدال. كنا بنتكلم طبعا زي العادة تخليني كده معلقين كده في موضوع. طيب ليك أول مرة تعلق أنا بيصوزي كده تحمس زيادة. طيب
احنا قلنا انه العدد المسلمين قليل. فالله سبحانه وتعالى عشان ينصر المسلمين اعطى سيدنا عيسى عليه السلام قدرة هائلة. ايش هي القدرة؟ ايش السلاح اللي اعطاه ده؟ انه نفسه يقتل كل ما انتهى اليه بصره. لا اله الا الله. يعني بصره ايوه كل ما انتهى لا نفسه نفسه يقتل كل ما انتهى اليه بصره. يعني بس بنفخة اللي على مد بصر عيسى عليه السلام يموتوا. لا اله الا الله. لانه ما حيقدروا يقاتلوهم المسلمين. عدد اذا بس يتبعوا 70,000 عدد المسلمين قليل قديش يعني ما هو كثير اذا ساحه المسجد استوعبتهم. صحيح. فقديش حيكون مقارنه بهذا؟ فلازم انه يعطي له قوه قدره خاصه. ايه فعيسى عليه السلام لما ينتهي من الصلاه يقول لهم افتحوا الابواب. لما يفتح الابواب الدجال من يوم ما يشوف عيسى عليه السلام يعرف انه هو ده اللي حيقتله حيهرب. عيسى عليه السلام يخرج وراهم ويبدأ يقتل يجري. طبعا هو بين دمشق وبين فلسطين كلها فركة كعب يعني ما هي شيء بعيد يعني مسافة قريبة جدا. إلى أن يصل وعيسى يمشي وراء يمشي وراء إلى أن يصل الدجال عند باب اللد اللي هو فين؟ باب اللد في فلسطين. لاحظ أن المحرك الفاصل حتكون فين؟ في فلسطين هناك. فيقف هناك عند باب اللد خلاص يجد أنه ما حيقدر يهرب ولا حيقدر يروح ولا في أي مكان. فيقوم يبدأ وهو في مكانه يذوب كما يذوب الملح في الماء كأنه كده يسيح. لا إله إلا الله. فعيسى عليه السلام عشان يبين لهم أنه هذا بشر حيموت حيرمي الحربة في قلب الدجال ويموت. عند ذلك يتفرق اليهود يتفرقوا من هذا ويختبئوا خلف الشجر والحجر. فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. إلا شجر الغرقد ما يتكلم. أيوه. شجر الغرقد بعيد عنكم هذا شجر كله شوك. أيوه. أيوه. الكلام اللي بقوله ده صبار يعني؟ لا مو صبار شجر زي كأنها نبات كده يعني يأكلوا منتشر في الصحراء ومنتشر أيوه. في هذا أيوه. وكلها شوكية. الكلام اللي بقوله ده ترى مكتوب في التوراة ومكتوب في الإنجيل باسم معركة هرمجدون أو أرمجدون اللي هي كانت الملحمة في البداية لما كنا بنتكلم الملحمة. وعندهم ده مكتوب وحيصير كده وحيصير كده. طبعا سيبكم من الفيلم اللي بيقول لك فيلم أرمجدون اللي شو اسمه هذا هذا ما في يعني يوم مسهل التحريف هذا اليوم من هذه بس مكتوبة ده الكلام عندهم مكتوب وعارفين انه حيجرى كده. عشان كده اليهود تلاقيهم بيزرعوا الان في كل مستوطنه بيزرعوا شجر الغرقد عشان يتخبوا وراها. سبحان الله. هذا اللي بيصير هذا اللي بيصير الان. فهم عارفين انه حينتهوا وحيضروا هذا كله لكن ما همهم. سبحان الله اليهود ما يهمهم انه يسيطر وينتصر وهذا وانتهى موضوعه. لما يقتل الدجال ويقتل اليهود وينتصر المسلمين دوبوا عيسى عليه السلام يجي ويمسح على وجيه المسلمين وبده يخبرهم بدرجاتهم في الجنة. أيوه. يوحي إليه الله ويقول له يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فاحرز بعبادي إلى الطور. مين اللي حيخرج؟ يأجوج ومأجوج. يعني لاحظي كلها ورا بعض ما في نفس ما أخذنا نفس زي الصبح اللي تنفرط. أيوة. ما في نفس إنك تقولي والله حرتاح ولا شوية أخيرا الحمد لله انقتل الدجال وهذا لا فما في ورا بعض. طيب قبل ما نتكلم عن يأجوج ومأجوج نبغى نشوف إحنا كيف نقي نفسنا من المسيح الدجال. شكله فيه هنا بوز أو وقفة. ايوه عشان كده فهمتيها. طيب كيف حقي نفسي اول شيء من الدجال؟ اول شيء التمسك بالكتاب والسنه. يا جماعه الان فرصتكم. شوفوا يا حنشوف الدجال يا حيموت الانسان. يدا يعني سبحان الله لا يقول لسه الدجال بعيد أو لسه إيش ما يعرف الواحد كيف اللي ممكن يحصل له. يا حيموت يا الدجال. لا تفكروا ترى الدجال بعيد بعيد والله أقرب مما تتخيلوا. هذا أول شيء التمسك بالكتاب والسنة. الشيء الثاني أنه الدعاء بعد التشهد الأخير
الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء اللي هو بعد ما تخلص التشهد الأخير تقول إيش؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة أنا مضمن إيماني، لا حد يقدر يقول والله أنا متأكد من نفسي، أنا ما أعرف كيف نفسي، بس نقولها في نهاية كل صلاة لازم. أنا إيش قصدي إيش؟ إني أنا بأسأل الله إنه يقيني شر الفتن. صحيح. طيب ما رح أقول والله أنا ما أحتاج الدعاء ما أحتاج دا، لكن الواحد سبحان الله العظيم يبدأ يدعي الله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث حفظ الآيات الأولى أو الأخيرة من سورة الكهف، لأنه تعصم من فتنة الدجال. لا أمن الرسول دي في البقرة يا ابني. سورة الكهف. سورة الكهف. الكهف. أيه. وطبعا أفضل لكم أحفظوها كلها أحسن، عشان هذه نور ليكم من جمعة إلى جمعة. الواحد يقرأها كل أسبوع سبحان الله بيلاقي نفسه. حيلاقي نفسه إنه حفظها. الشيء الرابع إنه الابتعاد عن مواجهة الدجال. إحنا بنقول لك أحفظ الآيات في حالة واجهته. لكن لا يروح الواحد زي ما قلت لك متفلحن ويقول لك والله أنا حقابله، لا لو سمحت لا تتفلحن ولا شيء، قر في بيتك وأقعد وأسأل الله إنه هذا اللي يخليك تقدر تواجه فتن الدجال وتواجه الجوع والقحط والجذب، قوة إيمانك بالله. صحيح. لدرجة إنك لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هتحس نفسك إيه شبعت. طيب صلاتكم، شوف كيف صلاتكم، صلاتكم بالله الآن فرصتكم في رمضان إنكم أنتوا تعدلوا نفسكم الآن وتخرجوا منها وتقول يا رب إحنا نبي نتمسك بحبلك مش هنتركه أبدا بإذن الله. هذا الدجال سبحان الله العظيم. فأكيد أنت ممكن تحاسس قلبك حاسس ويقول لك أنه فيه وقفة أو شيء. طيب الوقفة هنا الله سبحانه وتعالى قال له خذ عبادي وروح بيهم للطور. أيوه. الطور اللي هو يقصد به جبل الطور، جبل. لأنه حيخرج مين؟ يأجوج ومأجوج، هدول ما حد يقدر يقاومهم أبدا. البوز اللي بقول لك عليه يعني ها الله إنه الله. خلي ما البوز البوز خلي التوقف هنا إنه نخلي عيسى عليه السلام مع المسلمين يروحوا في الكهوف حقة الجبال ونبدأ نتكلم عن يأجوج ومأجوج. مين هم يأجوج ومأجوج؟ فين عايشين؟ إيش الأشياء اللي بتحصل لهم؟ يا ما أسمعنا قصص من أصحابي وتخيلون بأشكال غريبة. يا ما فين بتجيبوا الأشكال دي؟ دائما نتخيل يأجوج ومأجوج إنهم شخصين قزمين كده ونقزوا طول الوقت. أيوة. طبعا خطأ، هم ما هم كده. يأجوج ومأجوج دولة قبيلتين سبحانك يا رب كثيرة كثيرة، لدرجة إنه من كثرتهم المؤمنين يقولوا، يعني الحديث يقول إنه من كثرتهم دولة يفضل المسلمين 7 سنين بعد ما يموتوا، بعد ما يموتوا يأجوج ومأجوج يفضلوا 7 سنين المسلمين يولعوا النيران حقونهم من القصي اللي هي الأقواس والرماح حقت يأجوج ومأجوج من كثرتهم، لأنه خلاص ما عاد في حضارة. طيب لا عاد في غاز ولا بوتاغاز ولا شيء، هذا حيولعوا النيران بإيه؟ بالخشب والحطب. حيفضل المسلمين 7 سنين يولع منها. أيضا من كثرتهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لمن يقول لآدم يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 شخص يدخل النار، واحد يخش الجنة. سبحان الله. فشق ذلك على الصحابة. أيه. يعني قالوا وما من حيدخل الجنة إذا من 900 من كل 1999. أيه. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن قبيلتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. هذول قبيلتين معناته إنه دول ما هم نفرين أقزام قزمين وينقزوا دائما. نحن صغرا متخيلين انه ده قاعد ينقز كده وده ينقز كده، كلام فاضي. يعني ما ندهر من فين غرسوا فينا الاشياء دي. هم قبيلتين ترى، بس القبيلتين دي لايش؟ همج، برابرة، متوحشين. يعني كل ما تتخيل من انواع الهمجية والوحشيه لما مسوخ او لا لا شكلهم عادي. أيوه. فين موجودين؟ من ناحيه من نواحي الصين وواسط شرق اسيا زي المغول والتتار وهذا كده. أيوه. اشكالهم زي كده، بس هم اشخاص عاديين، اطوالهم زي اطوالنا. احنا كنا نتخيل واحد طويل واحد قصير، واحد عملاق واحد قصير.
هذه التخيلات اللي احنا ما ندري من فين دخلت في بالنا. نحب نتخيل كثير. ايوه هو ده. طيب فهم قبيلتين اساسا قصتهم نتجت عن ايش؟ قصتهم موجودة في سورة الكهف، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول أقرأ سورة الكهف فيها عن الدجال وفيها عن يأجوج ومأجوج وفيها عن ذو القرنين وفيها عن صاحب الجنتين، قصصها عظيمة سورة الكهف. هم إيش قصتهم؟ قصتهم اللي هو لما قلنا ذو القرنين، ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، لمن وصل إلى مغرب الشمس ومطلع الشمس. أيوة. في كتاب بصراحة أنا قرأته مرة حلو اسمه فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج للدكتور حمدي أبو زيد. هذا الكتاب مرة حلو، كان بيتكلم وبيبحث عن الناحية التاريخية علشان بيقول مين هو ذو القرنين. جميل. طب بس ندي اسم الكتاب عشان اللي اسمه فك أسرار ذو القرنين ويأجوج ومأجوج للدكتور حمدي أبو زيد. هو طبعا كتاب كبير، يعني أنا في بعض الأشياء أختلف فيه معاها، ولكن يعني كتاب رائع جدا وقيم جدا، حتى يبين لنا من هو ذو القرنين. ذو القرنين ليس الإسكندر المقدوني اللي احنا نتخيله إنه هو دائما الإسكندر المقدوني، لا. ذو القرنين هو ملك موحد. طيب في الكتاب هذا يقول إنه هو أثبت من الناحية التاريخية إنه هو إخناتون الملك الفرعوني. أيوة. بعد فرعون وبعد موسى، وهذا خرج مع نفرتيتي ومن عارف إيه، المهم بقصص بأحداث تاريخية أثبت هذا، قد يكون صح وقد يكون خطأ. أيوة. لكن نزال الآخر توصل لأخبار طيبة قد تدلنا على أشياء طيبة. جميل. وما يمنع إنه إحنا نأخذ بيها ونستأنس بيها طالما ما فيها حلال ولا فيها حرام. ذو القرنين ده موحد وصل إلى مطلع الشمس ومغرب الشمس اللي هي جزر المالديف وكيرباتي، هدول يعتبروا مطلع الشمس ومغرب الشمس. أيوه. إلى أن وصل في آخر شيء إلى منطقة اللي هي تعتبر قريبة من الصين هناك. حتى إذا بلغ بين السدين، الآن نبغى نشوف قصة يأجوج ومأجوج فين في القرآن إيش بتكلم عنه. أيوه. بيقول لك حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بلغ بين السدين، بين السدين يعني ايه؟ يعني منطقة جبلية كبيرة جدا، وادي وسط جبال وليها ممر واحد يخرج منه. فكان الوادي هذا اللي وسط جبال كبير كانوا عايشين فيه يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هذول كانوا عايشين فيه، كانوا عايشين فيه. أي. ايوه موجودين. طيب وما زالوا موجودين، بس احنا الان ننتظر القصه حتجيك. طيب معليش هو كده نفس البشريه الفضول. ايوه الحكايه بدات متحمسه قوي يعني، لا خصوصا احنا لما يكون يعني عنده شويه من المعلومه يبغى يبغى يروح للي فهذول عايشين فيها يأجوج ومأجوج. وايش كانوا يسووا؟ كانوا يخرجوا من الممر الجبلي اللي هي فيه ويخرجوا على القبائل اللي بعدهم ويقتلوهم ويقتلوا ده همج برابرة. وبعد كده يرجعوا بالغنائم اللي أخدوها للمنطقة اللي هم عايشين فيها ويبدأوا يأكلوا ويشربوا ويثملوا ألين يناموا زي استغفر الله العظيم زي الجيف. تعرف الأسد لما يأكل الفريسة حقته مجلس 3 أيام هو نايم ما يأكل ولا يتحرك ولا شيء. طيب هم كده يثملوا وينتهوا فيها. طبعا هو ذو القرنين وصل عند المدخل حقهم هناك، وبعدين يكمل لكم الحقيقة. لازم يعني المشكلة متحرمصين وبنعرف عموما. أنا أصلا بعد ما هرجع البيت حكمل أستاذ القصة، وانتوا استنوا بكرة إن شاء الله بنفس الموعد في ألهمنا رشدنا. معي أنا طراد سندي وزميلتي نهى سعدي. في أمان الله ويعطيكم ألف عافية.